الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونسألك يا ربي العفو يا ربنا يا رب العالمين عن كل ذنب وعن كل تقصير في ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا وأيضا فالله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي: أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى تفضل. أبغى أسألك عن حديث، والحديث يتبعه مسألة. حديث عائشة رضي الله عنها عندما دخل عليها نسوة من أهل الشام وقالت إحداهن: فإني أمتشط لبنتي. فإني من الشراب. قالت: ما الشراب؟ قالت: الخمر. والله لا أعلم عنه شيئا، لا أعلم عنه. هذا حديث في مستدرك الحاكم. أيوة، أحتاج مراجعته. لو عندك السند تفضل لي بإرساله وأنا أحكم لك عليه. طيب تصبر علي نص ثانية، نص دقيقة طلع من الجوال. نصف دقيقة طلع من الجوال براحتك. طيب. أما خبر عائشة رضي الله عنها فقد رواه الحاكم في المستدرك، قال: أخبرنا إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، حدثنا جدي، حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا نافع بن يزيد، حدثنا يحيى بن أبي أسيد عن عبيد بن أبي سوية أنه سمع تبيعة الأسلمية تقول الحديث. أعطيني مهلة ثلاث دقائق إن شاء الله أرجعه لك. سند عبد الرحمن خرجه لي عبد الرحمن. ثلاث دقائق وعود الاتصال تفضلا، لكن لو عندك سؤال ثاني ائتنا به. ايوه، اللي هو بخصوص الألباني استدل بهذا الكلام في انه هو ما استدل، هو قال انه ما هو كافي انه يقول انه بنجاسة الخمر. لا، اذكر لي مطلع الحديث اولا بس كده تفضلا. اول كلمه في الكلام، لا السند والراوي بس اذكرهم لي بس ثاني. من هم؟ اذكر لي أول القول. أول نشوة منها غارة. أول قول الراوي بس. دخل على عائشة نسوة من أهل الشام. ده بس صبر طبعا. بس دخل على عائشة نسوة من أهل الشام. تفضل. خليك معي اسأل سؤالك حتى يرتب عليه إن شاء الله. اسأل سؤالك الآخر على ما خرجه لك بس. دخل نسوة من أهل الشام على ممن أنتم؟ قلنا من أهل الشام. هذا الدليل إذا صح يثبت نجاسة الخمر. نعم. يعني هل هذا الدليل اذا صح يثبت نجاسة الخمر؟ خليك معي كده لحظات لحظات بس. دخل نسوة من اهل الشام على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن انتن؟ قلنا: من اهل الشام. قالت: لعلكن من الكورة التي تدخل نساؤها الحمامات. هذا هو؟ نعم هذا؟ نعم. قلنا: نعم. قالت: اما اني سمعت رسول الله يقول: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينه وبين الله تعالى. هذا هو الخبر؟ لا 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 لا، اللي صحيح المستدرك لا لا، مش هو هذا، لفظ آخر. مش اذكر لي السند كم رقمه في المستدرك. طيب دحين اعطيك في المستدرك 289 أي مجلد؟ الرابع. 4 ل 289.
عذرة عذرة الإخوة بس. نعم 299. ما في مشكلة شيخ، أنا ما في مشكلة. 289 4 على 289. طيب أنا مش معذرة معذرة نبحث عنه بس الآن معذرة كل بس هو المشكلة في لا عند المستدرك في الحاكم يا عبد الرحمن 4 على 289 غير هذا ليس. طيب معلش عاودنا الاتصال بعد 5 دقائق تفضلا منك. ما في مشكلة. شكرا شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضل اتفضل الله يحفظك. الله يحفظك ويبارك فيك. ايوه. ان شاء الله انا كنت النهارده رايح اعمل ايداع في فرع فودافون في الحساب بتاعي ب 10,000 جنيه. طيب. لقيت حد هيصرف 10,000 جنيه، اللي هيصرف ده بده ياخد ال 10,000 جنيه دي ناقصه 100 جنيه. انا اديته ال 10,000 اللي معايا واديته 50 جنيه وخدت 50 جنيه، كده ال 50 جنيه اللي انا خدتها دي فيها مشكله ولا حاجه؟ انا مش فاهم، يعني هو يصرف 10 انت هتبيع له عمله تبيع؟ لا لا انا هودع 10 في حسابي، هو هيصرف 10 من حسابه. ايوه انا هودع ال 10 دي ما بدفعش عليها فلوس، بحطها بديله 10 بيحطها لي في حسابي 10,000. طيب. عشان هو يصرف ال 10,000 دي بياخدها 9,900 جنيه. ايوه. دي ده انا قاعد انا وهو فقلت له خلاص خد ال 9,950 وانا ايه وانا وحول لي 10,000 اللي انت هتصرفها. يبقى هو استفاد ب 50 جنيه وفرها وانا استفدت ب 50 جنيه. معلش انا مش فاهم. لم افهم. نعم يا سيدنا؟ لا مش فاهم الصوره جيدا. بص يا سيدنا انا رايح اودع في الفودافون كاش دي عامله محافظ زي حساب البنك كده. ماشي ماشي. رحت اودع انا فيها فلوس بديله 10,000 اوديها، لقيت واحد تاني صبرا بس صبرا. اما بتودع 10,000 جنيه في حسابك بتدفع رسوم ايداع؟ لا ما بدفعش حاجه. يعني بتسلم 10,000 جنيه تضاف على حسابك، ده مساله. أيوة. وانا احولها من حسابي لاي حد تاني بقى. ايوه. هو الراجل التاني اللي جاي المواطن التاني ده معاه 10,000 جنيه في حسابه. ايوه راح يستلمها. لو خدها من البنك لو خدها من الفرع هياخد ال 10,000 جنيه دي، كل 1000 ناقص 10 جنيه يبقى هياخد ال 10,000 جنيه 9,900. ايوه ايوه عملت. انا قلت له خد ال 10 اهي كامله خد 9,000 بدل ما تاخدها 9,900 خد 9,950 وانا اخد 50 واحول لي ال 10,000 مني انا بدل ما هو تصرفها من الفرع على طول. ايوه يعني قلت له انت حول من فرعك من حسابك من تليفون هو سيدنا من حسابه هو لحسابي انا على طول ده بنحولها ببلاش او بجنيه على المعامل. ايوه يعني هو الان حول لك 10,000 جنيه واخذها منك 9,950. ايوه فهو كان هياخدها من الفرع 9,900. يعني انت استفدت 50 وهو استفاد 50. بس انا ما جاش في بالي الريبه، لو جاب بالي الريبه وانا هناك ما كنتش عملتها. بس انا لما مشيت خفت لا كل قدر الله يعني فيها شبهه ولا حاجه، فقلت اكلم حضرتك النهارده يعني. ايوه يا عبد الرحمن وهاد. بقول الله يستر عليك. نعم. لحظه خليك معي. اتفضل. يحيى بن ابي عبيد الله بن ابي سوية عبد الرحمن. وقل الله يحفظك. أنت الآن المئة جنيه كانت ستأخذ أجرة تحويل. فعلا هو كان يدفعها هيسيبها في الفرع أجرة تحويل. أيوة 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 فهو استفاد وأنت استفدت. بالضبط. أيوة سيدنا. كان كده كده يفعلها. ظني أن الأمر في هذه الباب سهل والله أعلم. الله خيرا سيدنا. الله يكرمك. لحظة يا عبد الرحمن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني يحيى بن ابي اسيد هو هذا؟ مجهول مش كده؟ نعم. ماري وريني المتن كده يا عبد الرحمن معذرتك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. بقول لك يا شيخنا، في واحد عاوز يتزوج واحدة من اللي هي ملهمش نسب، يعني هل يجوز؟ ملهمش نسب لقيطة يعني. يعني واحدة ناس مربينها، وطبعا الدولة كاتبة كاتباها بالاسم المتعارف عليه دون، بس انما هي مش تبني، هو تبني تربيه فقط لا غير. لكن هو عاوز يعرف ايه اللي بالنسبه للدين يعني. يعني انت سئلت سؤالا، هل يجوز لشخص ان يتبنى ان يتزوج بنت الزنا؟ ايوه. او الله اعلم، هم لاقينها في الشارع، ما ادري بقى انا. ايوه، عموما هم في الغالب يعني. هل يجوز عن الدين طرح ان هو يكون هو حابب ان هو يخش الباب، بس الان من حته الدين؟ لا، من ناحيه الحل والحرام جائز، ما نستطيع ان نحرمها. هي يعني حديث الذي يستدل به البعض على الكراهيه، حتى ولد الزنا شر الثلاثه ضعيف. تمام. اذا كانت صالحه فلا تزر وازره وزر اخرى، ماذا نصنع؟ لكن الافضل يعني الافضل لا، لكن من ناحيه الحرام ليست بحرام. يعني الافضل لا، لكن من ناحيه الحرام هي حلال، يعني يجوز ان هو يتجوز. هي حلال. في نقطه ثانيه، بس عفوا هل يجوز ان هو يخبى على ابوه؟ يعني ما يعرفوش، ولا لان ابوه ممكن ما يوافقش، انما الام موافقه؟ والله يا اخي الكريم، أنا في حاله زي كهذه نجنح الى الستر قدر الاستطاعه، نجنح الى الستر قدر الاستطاعه. شكرا يا شيخ. الله يسلمك. الله يسلمك. الاخ الذي كان يسال عن حديث عائشه، قال اخبرني اسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني حدثني جدي الى اخره، فتمامه تمام المتن. عائشه تقول: انتن صاحب الحمامات؟ فقلنا نعم. قالت: سمعت رسول الله يقول: الحمام حرام على نساء امتي. قالت امراه: فلي بنات أمشطهن بأشراب. قالت: الحديث ضعيف الإسناد ومخالف لغيره من المتون، ليس بصحيح الإسناد كما قال الحاكم، بل في سنده يحيى بن أبي أسيد، وهو يحيى في إسناده يحيى بن أبي أسيد وهو مجهول على التحرير. يا أخي السائل، الأخ الذي كان يسأل من السعودية على هذا الحديث، الحديث ضعيف في سنده مجهول، والحاكم معروف بتساهلاته في تحسين الأحاديث وفقك الله. أكرر أن هذا الحديث حديث ضعيف في سند يحيى بن أبي أسيد أو ابن أبي أسيد، ومجهول، والحاكم معروف بالتساهل في تصحيح الأحاديث، وكذلك ابن حبان متساهل في توثيق المجاهيل، فالحديث لا يثبت ومخالف لغيره ومخالف للمتون الثوابت الأخرى، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. كيف حالك يا سيدنا؟ الحمد لله بخير. أحد الناس يا سيدنا يذكر الناس في كل ليلة جمعة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، بطرق مختلفة، عن طريق نشر هذا الأمر على بعض المواقع وما إلى ذلك الخاصة به، فهل المواظب على هذا الأمر يعد من أو يدخل في باب البدعة يعني؟ كيف تقول باب البدعة؟ تذكير الناس بالصلاة على النبي وتذكير بأمر الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أي تسليما كثيرا. نعم. فشخص يذكر بهذا، وقد جاءت بعض الروايات مجموعة تحث على الصلاة على النبي ليلة الجمعة ويوم الجمعة. فالمذكر كيف تقلبون طالوت جالوت وجالوت طالوت؟ كيف هذا؟ كيف تقلب يعني تقلب المذكر الى مفسد ومبتدع؟ لا يا اخوه، هو المذكر شخصي انا مولانا، بعض الناس يعني لا مني على ذلك. لا انت مشكور يا اخي، ليله جمعه شكر الله لك يا اخي، فضيلتكم. لا انت مشكور، انت مشكور، ذكر الناس. الله، ربي يقول: صلوا عليه وسلموا تسليما، تسليما كثيرا. الله عليه وسلم. أيه. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا يا سيدي. وياك، شكرا لك، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد واله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. وفيك بارك الله. لو سمحت شيخنا سؤال في التفسير. سل. آية خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. نعم ما شأنه؟ أحد الوجوه في تفسير خذ العفو، خذ العفو من أخلاق الناس. صح. ما معنى هذا الوجه؟ ما معنى هذا الوجه؟ أنت على سبيل المثال يا سائل عن قوله تعالى خذ العفو من أخلاق الناس، خذ ما تيسر من أخلاقهم، لن تجد شخصا اجتمعت فيه صفات الكمال، هذا كريم، هذا هو كريم من ناحية الكرم، كريم من ناحية الشجاع، شجاع من ناحية طلب العلم، طالب علم من ناحية القول بالحق، قوال بالحق، لكن في خصلة غير محمودة، الانفعال السريع. فخذ ما تيسر من الأخلاق الكريمة واترك الخلق الرديء له، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يفرك مؤمن منها إن كره منها خلقا رضي منها آخر. زوجتك جميلة، لسانها طيب، أهلها طيب، ولكن لا تعرف الطبيخ، خلاص خذ منها ما تيسر، والثاني سدد وقارب. أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها، أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تقول: كنت أعلف فرس الزبير وأسوسه وأحمل النوى وأدقه، وكانت ذات نطاقين، تحمل الأكل والشرب، تحمل الأكل لرسول الله مع أبيها في الغار وإلى آخره، لكن لم تكن تحسن الخبيث، فلن تجد صفات الكمال اجتمعت في امرأة واحدة جميلة وكلامها واحدة جميلة وبنت ناس طيبين و مصلية، لكن سرسارة تتكلم كثير، في كثير جدا. نعم. إن كانها من خلق راضية منها آخر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى معك، اتفضل. دلوقتي يا شيخنا بالله عليك، احنا جايين هنجينا، كنا عايزين حضرتك بس نجيلك بس عندنا فتوى ضروري جدا يا مولانا. اتفضل شرف. احنا دلوقتي معانا أختنا، كان ابن خالتي متقدم لها، يعني عفوا، تقول انها رضعته 3 مرات، مرة تقول رضعته 5 مرات، مرة تقول مش متذكرة، يعني حصل الارضاء لكن اختلف في العدد. بقى رحنا للشيخ مولانا فضيلة الشيخ احمد الطيب. خلاص ما تذكرنيش بس باسماء، يعني انت الان تقول عندكم امرأة اتفق على انها ارضعت شخصية وبعد ذلك اختلفوا في عدد الرضاعات، صح كده؟ مرة تقول رضعته ومرة تقول ما رضعتهوش، يعني مرة هو احنا عندنا في الصعيد خدته من امه بالليل، قالت لي ان انا رضعته طول الليل. طب انت رضعتيه كم مرة؟ تقول لك مرة تقول لك 3، ومرة تقول 4، ومرة تقول 5، ومرة تقول لك مش فاكرة. يعني بس اصبر علي، خليك دقيق في الكلام. هذه المرأة اتفق على انها ارضعت لكن الخلاف في عدد الرضاعات، صح كده؟ لا مش اتفقت، هي مرة قالت 3 ومرة قالت 5 وقالت مرة مش متذكرة. يعني في انها رضعته يا اخي يا مسلم، لكن مختلفين في كم رضعة، مرة 2 3، صح؟ تمام. من اللي يريد يتزوجها ولا من اللي يريد يتزوج بنتها؟ ابن خالتي. ابن خالتك؟ ابن خالي قصدي، معلش. ابن خالك، والواد ابن خالك ده عايز يتزوجها ولا ايه؟ عايز يتجوزها. البعد اسلم لدينكم جميعا. لماذا؟ لأن مسألة عدد الرضعات مختلف فيها بين العلماء، ويقول الجمهور من أهل العلم أن الرضعة الواحدة تحرم، وأجابوا على حديث لا تحرم المصة ولا المصتان، أن المراد بالمصة الشفطة ليست الرضعة المشبعة، وأجابوا على حديث عائشة كان فيما أنزل على رسول الله 15 رضعات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، أن هذا لم يكن معلوما على عهد الصحابة ولهم إجابات عليه. الشاهد أنا أقول لك اختلف العلماء في عدد الرضعات المحرمات، العدد، فابتعد أحوط لدينك. تمام. خلاص؟ ولا تتعب نفسك، ولا الواد يأتي غدا معاق تقول السبب أنها رضعته وتدخل في متاهة. ابتعد ابتعد ابتعد. جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت بنت أهاب بن عزيز، فجاءت امرأة سوداء تقول إنها أرضعتني يا رسول الله وهي كاذبة، هو يقول كذا، فقال النبي: كيف وقد قيل دعها عنك،
وما ذكرت عدد الرادف. فأنصحك بالبعد، وإن كان في المسألة خلاف طفيف لكن أنصحك بالبعد. شكرا لك. لا كده غلط بقى، نغلط هنغلط في بعض كده. لا انا قلت له المسألة فيها خلاف يعني، فنصحته بالارشد لكنه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سل مصطفى. اخوك مصطفى تفضل. ان شاء الله بكرة باذن الله انا ذاهب الى العمرة ان شاء الله. الله يتقبل منا منك، اشركنا في دعائك. منا منك ان شاء الله. فان شاء الله في بكره الجمعه يعني يجوز لي الاغتسال من المنزل، انا احرم من الطيارة ان شاء الله، يجوز الاغتسال بنيه صلاه الجمعه ونيه الاحرام؟ يجوز. لا عفوا انت يجوز، يجوز جمع غسلين. نعم اجتماع حتى موجبين موجبين للغسل جائز، لكن غسل الاحرام ليس بواجب اصلا، فمن باب اولى ان يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله الحمد لله. لو سمحت انا عندي يعني عدد من غرامات الذهب عيار 18. الله يبارك. وعدد من 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 21، بس لا ده بلغ النصاب ولا ده بلغ. هذا فلوس وذاك فلوس، اجمع قيمتهما ما قيمتهما معا، واذا بلغت القيمه النصاب زكى عليها. يعني قبل اجمعهم الاثنين و اجمع الفلوس كامل فلوس بكام؟ عفوا ها لو مبلغ في البنك ما كله يضاف معها وبئس البنك. اللي بيطلع بطلعه لله مثلا. خلاص ماشي، بس هتزكي على الاصل. ايه؟ ستزكي على الاصل، اصل الفلوس اللي في البنك هتزكي على اصلها. ازكي على الاصل واطلع اللي بيطلع بره. نعم نعم. ولو ما بلغش النصاب؟ ما ينضم للذهب يا اختي، معك ذهب عيار 24 عيار 21 وذهب عيار 18، كل هذا مال. يعني احطه كله على بعض واطلع عليه. الله ينور عليك يا رب، ومش مش تخيبي عند الله يا اختي. كم اقول لحضرتك ايه؟ ايه؟ انا عايز اكلم حضرتك على الخاص، بس بضرب عليك على حضرتك ما بتردش، اتصل في الوقت. انت عارف الخاص كم رقمه؟ اه عارفه. طيب ارسل رساله وقولي صاحبه السؤال الخاص ما بتردش. بقول لك رساله، تعرف تكتبي على التليفون؟ اه طبعا ان شاء الله. خلاص اكتبي على التليفون السلام عليكم صاحبه السؤال الخاص. يا ريت والله يا شيخ، لان يا ليت، مش يا ريت، ريت ما معنى ريت؟ يا ليت قوم يعلمون، مش قول يا ريت قوم يعلمون ولا يا ليت. جزاك الله خير. وياك شكرا. السلام عليكم. يقول الكافر يا ريتني كنت ترابا يا ليتني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. كريم بن يونس للكراهه عند الجمهور. نعم. السؤال الاول، كان في مؤذن بيأذن للظهر. ايوه. فكان عنده تقريبا السكر وما قدرش يكمل لحد بعد حي على الفلاح، ففي واحد كمل مكانه قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله، فهل الاذان صحيح؟ اه صحيح، ما في مشكله، والصلاه صحيحه. يكمل ولا يبدا من الاول؟ كله جائز يا حبيبي. تمام. طب بالنسبه للسؤال الثاني، هل ينفع ان كل يوم انام بعد المغرب واقوم اصلي العشاء قبل الفجر بساعه او بساعتين؟ يكره ذلك، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء. الله يسلمك. ماشي يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. الله يكرمك يا شيخ، انا معلش اسال حضرتك بس ثلاث اسئله وما تقفلش عليا لما اسمع الاجابه. لا لا وفق على الشرط، شرط باطل. اذا وجدت كلاما طيبا ساسمع، كلام خارج ساقفل. الله يحفظك. السؤال الاول، ما معنى الحديث المسلسل ومثال له؟ طيب اجيبك. الحديث المسلسل، التسلسل له صفات، قد يكون التسلسل بالنسبة للبلدة، حدثنا محمد عن خالد عن زيد عن يحيى، كلهم من البصرة يقول مسلسل بالبصريين، قد يكون مسلسل بأداة التحديث، قال محمد حدثنا إبراهيم حدثنا يحيى حدثنا خالد حدثنا عمر حدث، يقول مسلسل بالتحديث. قد يكون مسلسل بصفة. نعم. مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الجنة دخولا الجنة،
فيقول الله له تمنى فيتمنى تمنى تمنى يتمنى فيتمنى ملك من ملوك الدنيا. يقول الله له لك ذلك وعشرة أمثاله. فقال الرجل أتهزأ بي وأنت رب العالمين؟ قال لا أهزأ بك ولكني على ما أشاء. قال ضحك ربنا من هذا الرجل فيضحك النبي فيروي الصحابي الحديث ويضحك فتحديث بفعل صاحبة الحديث ويضحك. فهمت؟ تسلسل أنواع. في حديث مسلسل بالضعفاء كل الرواة ضعفاء إلا الصحابي طبعا. واضح الصورة جدا جزاك الله خيرا. السؤال الثاني أنا بسجل بس المكالمة على الهاتف عشان أرجعها تاني الله يحفظك. سجل كما شئت. السؤال الثاني الحديث المعضل ومثال له. الحديث المعضل أن يسقط من وسط السند رجلان أو ثلاثة على فأكثر على التوالي. فمثلا البخاري قال حدثنا إسماعيل حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا متصل. كيف يكون معضلا؟ قال البخاري حدثنا إسماعيل عن ابن عمر سقط مالك ونافع، فيسمونه معضل. نعم بارك الله فيك. آخر سؤال عشان ما تقولش على حضرتك، بقرأ في اسم الإمام البخاري. أقرأ ليس بقرأ، أقرأ لا بدخول باء الفاء المضارع غلط. نعم أنا بقرأ بنام بقوم بذاكر، كل الباء دي غلط. نعم بارك الله فيك. أقرأ اسم الإمام البخاري محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردسبة البخاري الجعفي مولاهم. صحيح. معنى مولاهم؟ مولاهم كلمة مولاهم تطلق على معاني. أنت تكون عبد عندي، اسمك ايه انت؟ عبد الرحمن. اقول عبد الرحمن مولى مصطفى اذا انا اعتقتك. نعم. اذا انا اعتقتك كنت عبد عندي او اعتق وانا اعتقتك او اسلمت على يدي تكون مولى لي. فلان نعم. جد البخاري اسمه المغيرة اسلم على يد رجل اسمه يمان الجعفي. فقيل البخاري مولى الجعفيين. قيل البخاري مولى الجعفيين. أيوة لأنه ماذا؟ لأن جد البخاري المغيرة أسلم على يد رجل من الجعفيين اسمه يمان. نعم. اسمه يمان. فقيل لجد البخاري إنه مولى الجعفيين بمعنى إذا مات وليس له وارث هم يرثونه الذين أعتقوه أو الذين أسلم على أيديهم. نعم بارك الله فيك. ولا له كذا معنى. الثالث. الله يحفظك. اخر حاجه معلش بنقرا في صحيح البخاري خلي بالك. اقرا المره الثانيه تخطئ. اقرا مش بنقرا اقرا اقرا في صحيح البخاري فاجد باب بدون عنوان. ايوه كلمه باب بدون عنوان يعني البخاري يقول باب وما في باب ما ذكر باب النوم باب القراءه باب كذا. العلماء لهم قولان في هذا. القول الأول أن البخاري يجعل هذا الباب كفاصل بين أبواب مضت وأبواب ستأتي من ناحية المعنى. الوجه الثاني أن البخاري ترك بياضا حتى ينتقي تبويبا مناسبا ثم مات قبل أن ينتقي التبويب. نعم أنعم الله عليك. جزاك الله خيرا وجزاك الله مثله وإياك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخ مصطفى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يزيدك علم وإيمان وتقوى ولك نستفيد منك كتير قوي. ولك والسامعين والسامعات بمثل يا رب. ربنا يعلم أني أحبك في الله حبا جما. أحبك الله الذي أحببتنا فيه والسامعين والسامعات. كان فيني أختي سألتني سؤال كده فكنت عايز أسأله حضرتك. سأل. جوزها توفى صبرا زوجها أو جوزها أيهما صح؟ زوجها. أيوة زوجها. نعم نعم توفى امس الله يرحمه. الله يرحمه. فهي العائل الوحيد للاسره. نعم. فهي بتسالني ينفع تطلع تروح شغلها ولا لازم تنتظر في البيت؟ اختار قول عائشه رضي الله عنها وقول علي بن ابي طالب وهو قول ابن عباس وجابر بالجواز. بالجواز تخرج وترجع الى بيتها. نعم حتى اذا انتقلت على راي عدد رايهم ايضا الاربعه هؤلاء يجوز. لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل ضعيف. ضعيف. نعم. ربنا يعزك ليه طلب عند حضرتك. أمر. ادعي ربنا يفك الغلاء اللي احنا فيه. الله يرخص على المسلمين سلعهم يا رب ويصرف هذا السوء عن البلاد والعباد. اللهم آمين. ولا يأخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب. اللهم آمين يا شيخ مصطفى. غلاء سبب قلة إيمان الناس، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. مرحبا بك يا محمد ابن مصطفى العدوي، ترجع سالم امن غانم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا، كما نعرف ان افضل الكلام كلام الله عز وجل، لا ريب ولا شك، فنطلب من شيخنا الشيخ مصطفى بن العدوي ان يتلو علينا بعض من الايات الله عز وجل. هذا كذا الآن، تعال صلي وراء أنا في الصلاة إن شاء الله، وستسمع التلاوة في صلاة الجماعة. بارك الله فيك يا سيدنا. أنت معاذ صاحب كل يوم، مرة يسأل كم عمر ابنتك الصغيرة، ومرة يسأل. ماشي ماشي يا معاذ، لنا لقاء معك يا حبيبي. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم، وانا يا شيخ مصطفى معايا 5 بنات. ايه. ولسه جايبه عيلي المتوفي من السنه اللي فاتت، توفى في بطني في الشهر السابع. اجر واجر وعافيه ان شاء الله. ولسه والده ما بقاليش يومين برضه توفى في الشهر الثامن. الله يكتب لك الاجر. يعني ماتوا بعد الولاده ولا قبل؟ لا، بيموتوا في بطني في الشهر السابع والثامن، مرتين ورا بعض في نفس السنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم حتى الشوكة يشاكوها إلا كفر الله بها من خطاياه. مأجورا وصابرا. واذكري قول الله تعالى: ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى. طب وحضرتك يا شيخ مصطفى، الدكاترة عايزين نعمل ربط رحم، هل الربط حرام؟ لا، مش حكاية حرام، إذا كان في صحتك عليها ضرر محقق افعلي، وإلا فلا تفعلي، لعل الله يعودك خيرا كما أشارت الأخت إيمان. شكرا. الله يعافيك يا أختي، تم عليك حملك بكل خير يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. الحمد لله. مش هطول على حضرتك، هو بس زوجتي اخوها للاسف الشديد يعني بيتطاول عليها وعليا، فاحنا يعني تجنبا لان احنا نقع في مشكله معاه او ان احنا يعني نغلط فيه او كده، فاخدنا قرار انه هي ان احنا نبعد او يعني نتجنبه او نعرض عنه يعني. فدلوقتي اخوها للاسف عايز يرجع العلاقه دي تاني لمصالح شخصيه، ان هو يعني مصالح شخصيه وخلاص، يعني مش للبر ولا للتقوى ولا عشان اخته ولا حاجه. وده يعني احنا متاكدين منه من كذا جهه يعني. فهو دلوقتي وصل بيه الدرجه ان هو يضغط على مامتها ان هي ما تكلمهاش، وبقى لها 3 أو 4 أيام زوجتي يعني منهاره جدا بسبب ان اخوها مانع الام ان هي تكلم بنتها اللي هي زوجتي. لحد ما تيجي وتصالحوا او يحصل اي صلح عشان برضو المصالح الشخصيه ترجع وتتكرر تاني. عفوا، في ضرر محقق من اختلاطكم به؟ نعم، في ضرر محقق ساق عليكم من اختلاطكم به؟ ده تطاول يعني، وهي حامل زوجتي، وهي حامل كان هيضربها في الشارع وتطاول عليا وشتمني بدون اي وجه حق، ولسه من حوالي كام شهر كده طردها من بيت باباها الله يرحمه، وقال لها يلا اتفضلي انت مالكيش حاجه هنا، ويلا امشي من هنا، وانت اصلا ليه جايه تقعدي هنا، وبيتطاول علينا وبيتكلم علينا في كل مكان، وبيجي يدخل بيتنا يضحك في وشنا ياكل معانا ويمشي يتكلم علينا عند كل الجهات. وبيتدخل في شؤون الولد اللي احنا يعني ربنا رزقنا بيه، وبيقعد يتدخل في حياتنا، بيقعد يتدخل في لبسنا، بيقعد يتدخل في شربنا. يعني الاذى كبير جدا 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 يعني. اذا كان الاذى فوق الطاقه فليس عليكم اثم في المقاطعه. طيب، بعد الحين اللي هي هو ضغط عليها بالهاتف، وبالهاتف هو واخد منها التليفون، بقى لها 3 أيام زوجتي ما تعرفش عن مامتها حاجه. نحن دلوقتي في نحن بين مفسدتين. نعم. ام زوجتك عجوز ولا فتيه؟ لا يعني فتيه مش متهالكه. يعني ممكن اذا كانت تريد وصل ابنتها ستصلها، اما اذا اشترطت الوصل مقابل الاذى، صليني وان اوذيتي لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يعني احنا ما نعملش حاجه.
لستم بأثمة، إذا أنت تدفع نفسك شر عن أهل بيتك شر على حد قولك. نعم نعم. أما إذا كان ممكن التحمل تحمل لوجه الله. أصل ويقطعون أعطي ويمنعون أعف ويسيئون. فقل لن يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، لكن إذا كان الأذى فوق الطاقة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولستم بقاطعي للأرحام. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عرفنا محمد حفظك الله. صلاة محمد في صلاة الفجر أعانك الله عليها. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم الحبيب. لو سمحت سؤال بس بعد إذنك. تفضل. في واحد اشترى من واحد بيت تمام من حوالي شهرين ثلاثة كده واداله 400,000 جنيه والمفروض إن هو هيقسط له المبلغ الباقي على سنة وثمان شهور. أي. تمام؟ تمام. البائع رجع في كلامه وقال له أنا مش هقدر إن أنا أصبر عليك في المبلغ الفترة دي كلها، لو أنت عايز تشتري البيت كمل لي المبلغ على إيه؟ كامل. طيب. فقال له خلاص مش في مشكلة، أنا مش هقدر أكمل لك المبلغ كله مرة واحدة، ولو حضرتك عايز ترجع في البيع ارجع إيه؟ في البيع. فطبعا المشتري لما كان دفع للبائع 400,000 جنيه كان اشترى ب 350,000 جنيه على بعضهم ذهب، وصرف 50,000 جنيه على مصاريف ولاده في الكليات وكده. فهو لما رجع في البيعه قال له انا اشتريت ب 350,000 جنيه الذهب، اداله الذهب كامل اللي هو اشترى بيه بالفواتير وكده، ولسه هو له 50,000 جنيه عنده. طبعا الذهب حاليا غلي، موجود يعدل ل 350,000 جنيه لو دفعهم. قاعد السؤال. طيب واحد حضرتك اشترى من واحد بيت دفع مقدم 400,000 جنيه حسن كويس، المفروض ان هو هيسدد المبلغ الباقي على سنه وثمان شهور. اي نعم. البائع رجع في كلامه لانه مش هيقدر يصبر على المشتري الفتره دي كلها. لا عفوا فتر. عفوا البائع، البيع قد تم؟ البيع تم. تم. من حق المشتري ان يتمسك بالعقد. تمام. خلاص؟ هو لاجل بقاء الود جبل ان هو يرجع في كلامه. طيب. لكن البائع كان خد الفلوس من المشتري اشترى ب 350,000 جنيه ذهب. كويس. حسن. حول المال الى ذهب. كويس. شكرا. تمام؟ تمام. هو لما رجع في كلامه قال له أني 350,000 جنيه حولتهم في ساعتها أول ما خدتهم منك حولتهم لذهب، والذهب هوت والفواتير هيت، أني مش معنى أن أدهم لك فلوس، أنا اشتريت بالفلوس ذهب، ودي اللي أنا اشتريته إيه؟ دي الذهب. طب المفروض أنه أكرمه لأن الذهب غلي. الله ينور عليك. هو بيسأل بقى الزيادة اللي عادت عليه من الذهب ديت حلال ولا حرام؟ ياخدها من حقه ولا من حق لا الشخص لا اللي هو رجع في البيع؟ لا من حقه. من حقه هو. أنت من أبو كبير؟ أنا من أبو كبير يا مولانا. ماشي معروف اللهجة الكوبرية معروفة. أيوة يا حبيبي. تلاميذنا عندك الشيخ الأخ نور شعلان والأخ عمرو عبد البديع. أيوة أيوة. أنتوا أصحاب الفراخ والبنت؟ نعم. أنتوا الذين تقولون البنت؟ أيوة إحنا لازم نقول فراخ ونقول المزلجان، نقول مزلجان. المزلجان. أحسن الله إليك يا مولانا. على العموم من حق المشتري الذي رجع البائع في العقد لانه كان ينشي بيع جديد يعني ما في مشكله. تمام. وكلاهما محسن جزاه الله خير. انما الزياده اللي عادت عليه لا ما في مشكله، ما في مشكله لانه ليس دينا، ليس دينا، لو كان دينا كنا حرمناه لكن ليس دينا. تمام. الله يسلمك. جزاكم الله خيرا. وياكم بارك الله فيك. مرحبا سعيد مزروع، زرع او مزروع؟ بس ده بإخراج الذال اللسان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة وبركاته. اتفضل يا حبيبنا. حبك في الله شيخنا الحبيب. حبك الله الذي أحببتنا فيه. بسم الله. هل تجزئ أنثى الماعز والعقيقة يا شيخنا؟ تجزئ إذا توفرت فيها سائر الشروط. السلام عليكم. صباح الخير سيدنا. بخير والحمد لله. يا سيدنا. نعم ما شأنك؟ والله يا سيدنا إن شاء الله سأرزق بولد. الله يتمم بخير يا رب.
فالزوجة عايزة تسميه عبيدة. أنا قلت لها طب الحديث عبد الله وعبد الرحمن وأسماء الأنبياء، قالت لي تم عبيدة صحابي. قلت لها لا مش هتساوى إلا صحابي مع النبي، ما رأيك؟ رأيي رأيك، لأنك وافقت هدي الرسول أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن. سميه محمد، سميه عبد الله، سميه عبد الرحمن. وأسماء الأنبياء أفضل أم أسماء الصحابة؟ كلم الزوجة. حاضر، هي تسمعك الآن. قل لها والله يا أختي اسمها أم مين بقى، أم عبد الله ولا مزين؟ زين. أنا رزقني الله منذ زمن بعيد بطفل في الحرم ليلة 27 أو 26 من رمضان، فاستشرت إخواني وكان في ذهني اسمان، اسم صالح واسم أسامة، فاستشرت أحد الفضلاء أخ لا يكره اسمه محمد فرج، وفقه الله ورحم زوجته فقد ماتت اليوم، الله يرحمها رحمة واسعة. الله يرحمها واسعة. سألت سؤال النبي أفضل. خلاص النبي أفضل. الله يكرمك. أظن سلمت لها سيدنا ربنا يقومها بالسلامة. الله يقومها بالسلامة. وضعت أو لم تضع؟ لا لسه، إن شاء الله الأسبوع أو الأسبوع الجاي إن شاء الله. عوزها أول ما ينزل كده، الله يبارك فيك ويهديه ويصلحها. جزاك الله خير يا سيدي. وياكم ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدنا، أنا اسمي محمد مش معاذ. أي حاجة بس المهم تكون عاقل يعني. المهم تكون عاقل يعني، تكون رزين. كن رزين وصالح، رجل صالح. اسأل أسئلة عقلة يا حبيبي، اسأل يا حمادة، أنت اسمك محمد. تكون عاقل يا محمد. السؤال اللي سألته لك يعني كم سنة يا محمد أنت؟ مش أنت صاحب 16؟ أيوة، بس مش بتاع اللي عايز يتجوز. وحلفت لك بالله لا مش أنا، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى. خلاص رضينا بالله، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا محمد رسول. ماذا تريد يا محمد؟ تغيرت اسم، ماذا تريد؟ محمد ابن من؟ من مش لازم أنا أقول بقى سيدنا عشان حياتي. مش لازم تقول ليه، أنت زعلان من والدك ولا إيه؟ لا 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 زعلان من والدك كده، مش راضي تكون تجيب اسم والدك عشان نقول الله يوفقه؟ ما هو مشكلة محمد ابن سيد. وسيد ابن من؟ مش لازم، ابن عبد الله. عبد الله ابن من؟ كده كده يبقى في حاجه تاني. ما فيه. السلام عليكم. السلام عليكم. الو اتفضل. السلام عليكم، ازيك يا شيخ؟ وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ بس بعد اذنك في سؤالين مهمين كنت عاوز اسالهم لحضرتك. اتفضل. السؤال الاول بالنسبه لقائمه المنقولات، انا سمعت طبعا كلام حضرتك فيها. طيب بس حضرتك ما وضحتش نقطة مهمة. ايه دلوقتي انت لما بتروح تتقدم لابو البنت او والد البنت، ايه هو بيقول لك ان العفش اللي هم بيجيبوه جزء من المهر، والشبكة جزء من المهر، ومؤخر الصداق جزء من المهر، تمام؟ ايه طيب دلوقتي لما يحصل من واحدة نشوز وتروح تكون غضبانة وسابت البيت ومشيت، تمام، وترفع عليه دعوة تبديد منقولات، صح، او ترفع عليه خلع، الحالة دي القانون ما بيعتبرش القايمة جزء من المهر، فهي لما بترفع عليه خلع ايه اللي بيحصل؟ ما بتاخدش مؤخر الصداق وبترد له الجنيه بس اللي بتاخده. في سؤال معين، في سؤال معين، سؤال انا اساله. كان الاول سؤال بس. ايوه هو ده. انا بسالك انا سؤال. اتفضل. هذا تفعله الصالحات التقيات او الظالمات المبيرات؟ الظالمات طبعا. الظالمات المبيرات بس يعني صبرا بس عليا. الظالمات المبيرات لا نقيس عليهن، قد يكون هناك ظالم مبير أيضا هو الزوج، ويطردها اليوم من البيت ويجلس على عفشها الذي اشتراه له أبوه. تمام، أنا مش بتكلم وردة وليه يعني، إذا هنبني على الظالمات المبيرات مش بتكلم في النقطة. لا أنا بتكلم في النقطتين أمام القضاء، عفوا. إذا لم يكتب قضاء ما بيحسبهاش من المهر. ما أنا أكلمك بس اصبر علينا بقى. لا أنت كده اصبر عليا. إذا كنت تتكلم من الناحية القضائية، كما أننا هناك زوجات ظالمات مزيفات حرمية باللفظ، في المقابل في رجال على هذا النمط، في هناك زوج، بس اصبر علينا بس اكمل لك حديثي. اذا كنت في هناك زوج ظالم ياخذ الشبكة وطردها من البيت، وعفشها الذي اتى له به لها به ابوها اتى بواحدة ثانية في نفس الليلة على عفشها، فكما هناك ناس ظالمات، نسوة ظالمات، هناك رجال أيضا ظلمة. فإن بنبني على مسألة
الجائز شرعا والممنوع شرعا. كون هناك واحد يشتم، ما في واحد بتدعي على زوجها كذبا وزورا انه ضربها، وتاتي بشهود زور على انه ضربها، وتطلب الطلاق للضرر، وتاخذ كل المستحقات، وارد ولا مش وارد؟ كل وارد يعني. شوف يا عبد الرحمن، يعني هو يفترض ان بيبني على ان في واحده حراميه، تبني ان في هناك ألف رجل حرامي ايضا. السلام عليكم. تكلم على اصل الكلام يا عبد الرحمن، المهر يجوز يكون اي شيء. السلام عليكم، تفضل يا الحبيب. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله شيخنا. وحياك وبارك فيك. احبك في الله بارك فيك. احبك الله الذي احببتنا فيه. الله يسترنا واياكم. يا رب امين، يا رب امين. بعد اذنك شيخنا، امراه حامل في الشهر السابع. ها؟ امراه حامل في الشهر السابع. ماشي. واخبرها الطبيب او الاطباء بان الجنين ليس له كليتين، ملوش كليتين ولا رئه. ايوه. في الشهر. وذهبت الى اكثر من طبيب اطباء كبار واخبروها وامروها ان تسقط الجنين، وهي تخاف من اسقاط الجنين، فماذا عليها ان تفعل؟ يعني هو مات في الداخل بطنها، تنزله اذا كان ميت. لا ما مات، ما طيب مات. اذا نزل هيموت ولا ايه الاطباء يقولون؟ مش فاهم. الاطباء يقولون يعني هذا عمره يعني لن يطيل، يعني مش هيطول يعني. لا اذا كان كلام الاطباء انه سيعيش لكن لن يطول، لا ينزل. هم لا يعلمون متى يعني. ما انا قلت لك كان ينزل حيا ولكن هو على خطر. لا 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 ينزل. يعني الحال هيكون سيء. ما دامت نفخت فيه الروح لا تقتلوه. شكرا. سعد الله. الاخ اللي سال عن قائمة المنقولات، يقول الاخوات وبناتك واخواتك وبنات المسلمين يتمنوا ياخذوا الصداق، خلاص ادفع الصداق، ما حدش اجبرك. هات الصداق، سلم الصداق البنت لها وهي سعيدة. تدخر المال، تستثمر المال، تفعل بما شاءت. ما احد اجبرك على كده، انت لا تريد دفع مال، قل للعروس يا عروس انا مش هكتب قيمة، قيمتك ب 500 الف في الفلاحين، خذ يا بنت ال 250 الف الذي كنت ساشتري بهم ولا اكتب بهم، ستقول لك مرحبا واهلا وسهلا، اخذهم وجهز انت بيتك باللي انت عايزه لنفسك، جهز الحصيرة انا معك عليه، لكن ستكلف نفسك انت عيبا اخر. فاحنا ما اوجبنا القائمة، لكن قل كل مباح. ترفض القائمة تصالح انت والزوجة انك ما تاخذش، ما تكتبش قيمة وادفع بس فقط. فهمت يا عبد الرحمن؟ اذا ذهبت تتزوج وابو العروس قال لك، وانت قلت لوالد العروس انا لن اريد اكتب قائمة، فقال لك يا عبد الرحمن انت لا تريد كتابة قائمة، اين مهر ابنتنا يا ابني؟ قلت لهم كنت اشتري عفش ب 200 الف جنيه. طيب هيقول لك هات ال 200 الف مهر البنت، لان العفش هو مهر البنت. ادفع ال 200 الف وخلاص، وجهز بيتك ثاني انت. ستغرم اكثر ولا لا؟ ما ابوها لن ياتيها بشيء. فما يعني الاخوه بينظروا اليها من مناظير يبنون على حالات شاذه تحدث في المحاكم، واحده مزوره، واحده مزيفه، واحده كذابه اختلعت واتت بشوط زور، او واحده طلبت الطلاق للدار، ده اشياء لا يبنى عليها. ما دمت رشيد افعل الذي تراه ينجيك امام الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. احمد امين وشيماء، بارك الله فيك، تفضل يا حبيبي. انت يا عبد الرحمن الشيخ احمد معايا؟ لا الشيخ واحد ثاني، شيخ ثاني. شكرا، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك يا شيخنا حبيبي. وفيك الله يحفظكم. أسألك الدعاء لي، وصلت في حادث. الله يعافيك. جزاك الله خيرا شيخنا. أريد أن أسأل، امرأة كبيرة في السن فوق السبعين أو فوق الستين عاما، قال زوجها لبناتها هي بالنسبة لي مطلقة، وهو يعيش معهم في نفس الشقة ولا يريد أن يخرج منها، وهو ابن عمها، وذهبت إلى قاربه لم يرضى لأي أحد، وهي تظل في نفس الشقة لأنها ليس لها غيرها مع ابنتيها ابن منها. لا عفوا أعد وقلل الكلام واختصر حتى نفهم. نعم شيخ. امرأة كبيرة فوق الستين، زوجها قال لبناتها
هي بالنسبة لي مطلقة. لا طلقها. قال لها ذلك. نعم. الشايب طلق العجوز. ها. وهي تعيش في نفس الشقة معه. ايوه وبعد. فتقول هل تستطيع ان تتحرك بملامس مخففة ام تلمس ملامس النقاب وتحتشم وحتى في المطبخ وفي غيره يعني. لأن النقاب طبعا لا يجوز لا يجب لا يجب لأنها من القائد من النساء لكن وجدها معه في خلوة لا يجوز. هي مع ابنتين في نفس الشقة. مش هيحصل مرة خلوة بها ورجل أجنبي. هو لا يريد أن يترك الشقة وهي ليس لها مكان آخر. على العموم لا يجب عليه الإبقاء عليها في الشقة لأنها مطلقة ثلاثا. هي مطلقة ثلاثا ولا مرة واحدة؟ هي لم تقل من ثلاثة هي قال لي قال هذا فقط يعني. على كل إذا انتهت عدتها إما أن تخرج من الشقة أو هو يخرج من الشقة لكن دخوله عليها وهي امرأة أجنبية لا يجوز. هو يظلمها ويظلم بناتها لا ينفق عليها ولا يريد أن يخرج من الشقة ولا يريد أن يفعل أي شيء. وأنا ماذا أصنع أنا لست شرطيا. نعم الله شيخنا هي قالت لأخيها أخيها المحامي قالت نريد تريد أن تخلعه وقالوا لها ليس هناك حل إلا أن عفوا يبلغ شيئا فيبلغ عليه. عفوا يا حرام كل أنت حرامي أنا الآن هو طلق صح؟ نعم. خلاص طلقها تخرج من البيت إذا انتهت العدة. نعم. كم سن البنات؟ البنات 27 و22 منهم واحدة مريضة يعني مريضة بمرض تأخذ علاجا. هو مسؤول عن بنته مسؤول عن ابنتها أما هي ترجع لأهلها لأنها انتهت عدتها وليست بزوجة لهذا الرجل. لو كانت حاضنة كنا قلنا لا بأس أنها تبقى لكن ليست حاضنة لأن البنات كبار كبيرات. ما الرقم يا عبد الرحمن بن إدريس؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله شكرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. شيخ كنت عايز أقول حديث لحضرتك حضرتك تقول لي صحيح ولا لا. سل. حدثنا وكيع عن يوسف بن ميمون عن الحسن البصري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إلى أحبار بني إسرائيل وضعي إيمانهم على شمائلهم. لا يصح لأن مرسل. الحسن البصري من التابعين ومراسيله من أضعف المراسيل. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخ مصطفى؟ عندي استفسار بعد إذنك. استفسر. في سورة آل عمران يقول الله عز وجل تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين والآية اللي بعدها بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة المسومين وتأتي سورة الأنفال تقريبا إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. أنا عايز أعرف كم عدد الملائكة اللي نزلت في غزوة بدر يعني. ما هو عفوا هل أنت راجعت أولا هل هما غزوتان بدر وأحد أم هم غزوة واحدة؟ راجع. ماجن هي غزوة بدر واحدة بس من؟ لا أقول لك في من قال غزوة بدر وأحد قيل يأتوكم من فورهم هذا من وجههم هذا من ناحيتهم هذه من اتجاههم هذا. راجع بس أولا هل السياق في غزوتين منفصلتين بدر وأحد أو لا ثم أن الثانية معلقة بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا قيل من فورهم من غضبهم وقيل من اتجاههم بل إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم يعني إن جاءوكم مددناكم بخمسة آلاف فراجع بس. جزاكم الله خير. دقيق الله يسلمك. إن في ذلك الآيات اللي أولينها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلاة الإمام. أنا اشتريت أنا مقيم في الخارج اشتريت شقة وبقى علي دين بالجنيهات المصرية كتبت بهم شيكين وكان الاتفاق على أن يتم السداد بالدولار وتم تثبيت سعر الدولار هذا منذ قرابة ثلاثة أشهر والآن أنا يوجد يعني صعوبة في التحويل المبلغ من الخارج إلى مصر بالدولار فهل لو أنا رديت المبلغ بالمصري هل هذا يجوز؟
بسعر الآن وبقيدين، بسعر الآن وبموافقة الدائن، شرطان موافقة الدائن وبسعر الآن. سعر ايه؟ ما هو الشيكات بالمصري مش بالدولار. ما هو لا، بس انت اتفقت على السداد بالدولار، هل ترجمتم الدولار يومها بكم بدولار ولا لا؟ ايوه ثبتنا سعر الدولار يومها. ثبتوا سعر الدولار يومها واتفقتم على السداد بالدولار على السعر الذي سددتموه حددتموه. حسبتنا ساعتها على 22 جنيه ونص. ممكن ترسل لي صورة العقد تفضلا على هذا الهاتف 010؟ لا العقد مكتوب فيه خالص، يعني العقد اللي احنا خلصنا البيع والشراء، ولكن خد عليا ضمانش. طب عفوا بس اساس اخلص من قصتك، هل انت والدائن متفقان او مختلفان الان؟ الان لا مفيش خلاف، بس انا عندي صعوبه في تحويل المبلغ من هنا. لا في خلاف، لا انت شوف لو انت عرفت ان الدولار ب 20 جنيه ستسدد مبلغ باي طريقه. انا بكلمك اختصارا، اذا كنتما متفقان فلا معنى لسؤالي، مختلفان اسمع من الاثنين. شكرا لك. يعني لما الدولار اصبح ب 36 جنيه قال لك يصبح عسير علي ان انا احول، لكن اذا كان ب 22 جنيه يسهل علي ان انا احول. مش كده اذا متفقان خلاص، مختلفان نرجع اليه. عليك السلام ورحمة الله. اللي كنت بكلمك من شوية بسبب القايمة. أيوة. سؤالي يا شيخ مصطفى مش كده، يعني أشهد الله أنه أحبك في الله. أحبك الله. أنا بس شفت هجوم شديد على حضرتك. لا ما عليك ما عليك شوف. يا أخي اللي بيكلمونا محامين لا يعرفون الشرع. أنا بسألك أنت سؤال محدد. سؤال محدد بس. أنت ترى القائمة حرام؟ ولا خايف من التبعات القضائية؟ لا أنا لا أرى حرام. خلاص. متزوج أصلا في مشاكل، بس أنا لا أرى حرام. طيب الحمد لله اتفقنا. يبقى نلقى بال إيه؟ هي مش حرام، خلاص نلقى للمفاسد والمصالح. تمام، هي ناشز وطالبة الطلاق. طيب. المفروض تاخد إيه؟ لو هي اللي ناشز وطالبة الطلاق. في جزئية. حقها إن هي تاخد القايمة كلها. اسمع الله يستر عليك. في حالتان، إذا كانت مطلقة للضرر فلا حقوقها كمطلقة إذا ثبت الضرر، كانت مختلعة يجب أن ترد كل الصداق أو ما يتفقان عليه للزوج. أيوة هي دي النقطة اللي كل الناس بتقع فيها. طيب السؤال الثاني. طيب. السؤال الثاني يا شيخ، دلوقتي أنا زوجتي أنا جبتها هنا زيارة عندي السعودية، وعملت لها خدنا أسبوع في الحرم وعملت عمرة، وسابتني بتحريض من أمها. أنا كنت طلقتها في مصر قبل كده طلاق غيابي. شوف احنا بنسمح لك تتكلم في أرض زوجتك، وإلا لو هي تكلمك في أرضك لن نسمح. لا 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 فمعلش يعني كلمنا على الخاص، لانك هتخط في ارض زوجتك وتتهم انها ظالمه، لا نسمح بكذا، لانها لا ارضها كمسلمه يصان. شكرا لك. لا معلش كلمنا على الخاص، ما نسمح لواحد يطعن في ارض زوجته وهو معروف لدى الناس، وهي محرومه من انها تبرز مظلمتها. محمد ابو انس، إذا اصطلح يا محمد أبو أنس على الدولارات الأخ الأسترالي مع الأخ المصري، الحمد لله ليس لنا دخل في الموضوع والحمد لله. إذا اختلف لابد أن نسمع منهما. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا مولانا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بخير والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. نعم. حاليا احنا طلاب في كلية الطب البشري. الحمد لله أعانك الله. عندنا مثلا دفعة الامتياز اللي هم الناس اللي بتبقى اخر سنة في الكلية. اللي تبقى ايه؟ دفعة الامتياز. ماله؟ الامتياز اللي هم اخر سنة في الكلية. معروفة. الجماعة دول مثلا المفروض بينزلهم في المستشفيات اخر السنة. طيب. طبعا في بيبقى وظيفتهم مثلا كل اللي بيعملوه ان هم بيرافقوا المريض مثلا معروف القصة، بس قول ايه السؤال باختصار؟ السؤال حكم انا لسه طلبه، حكم ان انا انزل مكان واحد في الامتياز. انزل مكانه واخد يعني تزور يعني. هو لا افتي بالتزوير، التزوير لا يجوز. وهل تريد ان واحد يطلع طبيب فاشل لا يعرف، ولا المفترض الطبيب يتدرب وياخذ خبره ويعالج الناس على بينه؟ انت تساعد على الاسم والعدوان، تنزل مكان واحد ويثبت انه حاضر وما حضر، مزور. شكرا.
حبك الله الذي أحبتنا فيه أحمد الدهشان، وبارك الله فيك يا أخت رقية، وعليكم السلام يا رضا الرحمن غايتك. هل ثبت تحديد الليلة التي ينزل بها البلاء كل عام؟ لم يثبت. اللهم آمين. ونزعنا ما في صدورهم من غل. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. تفضل شيخ لو سمحت، انا جات لي عندي سؤال، بس انا جات لي رساله ان انا واحد انا هستلم مثلا فلوس من البنك شوائد جايه، هل الفلوس دي موقفها ايه؟ عفوا جات لي رساله انك هستلم فوائد. فوائد ماذا يا شيخنا؟ الفوائد حرام. طيب نوديها فين؟ اي فقراء من بلدتك لا تربطك بهم قرابه. قرابه ما ينفعش. اي ما ينفعش، لانك ستنال وجاهه عندهم وسيردونها لك، وهم لا يعرفون انهم ياكلون الربا. شكرا. نفع الله بك يا محمد بن مبروك، وانت يا مصطفى بن بكر، والنسائم الايمانيه لك بمثل. الوقت انتهى عبد الرحمن ولا ماشي؟ نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيف حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله بخير. يا رب دايما يا رب. احبك في الله والله يا شيخ. احبك الله الذي احببتنا فيه. بعد اذنك بس يا دكتور شيخ، بالنسبه للكتب او المراجع اللي هي مثلا العلميه بالنسبه احنا في طلبه في هندسه مثلا، في كتب مثلا بتكون موجوده على النت مثلا ضد حقوق النشر، يعني مثلا هي كتب تباع يعني. عموما الاشياء مثل هذه اذا كنت ستصور نسخه للضروره صحية. اصبر علينا كده، نسخة للضرورة ولا تتاجر فيها ولا عدم القدرة على الشراء، هذا متجاوز فيه عرفا. لكن الكلام على الذي يصور للبيع والتجار بما يضر بالمصنف والدار الناشرة. هي لا، لو هي بي دي اف مثلا على الكمبيوتر، يعني لو اديتها برضه لزملائي يعني ما فيهاش مشاكل؟ والله الاشياء اليسيرة ما عفو عنها يا شيخنا، الله يغفر لنا ولكم. نعم اليسير ما عفو عنه. شكرا، بارك الله فيكم وحفظكم الله بهذا القدر الأجتازي، حمدا لله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، واغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين،
وانصرنا يا خير الناصرين، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب آتنا من لدنك رحمة وهيئ من لنا من أمرنا رشدا. اللهم أكرم منازلنا واسع مداخلنا يا خير المنزلين، ارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أعمالنا وطيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح نوايانا وأخلصها لك يا كريم، وسلس خائم قلوبنا يا رب العالمين. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين واغننا من الفقر يا رب العالمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا مرفقا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم يا ربنا يا سميع الدعاء تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم اجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون. اللهم فك أسر أسيرهم واقض الدين عن مدينهم يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.